السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. شباب، اليوم رح نتعلم شيلة ينفار جيني كيف انام. هي على مقام بيات من الري. رح نشرق المي والسي سهلة جدا، هي كوبليه واحد، يعني مقطع واحد يعتبر. نبدأها من الصول. سهلة جدا. بس الإيقاعات للأسف أنا قلت لكم إنه ما عندي إيقاعات خليجية، وصراحة لسه ما أجتني السواقة اليو اس بي لحتى أحط الإيقاعات، فما قدرت أجرب الإيقاعات لحتى أعرف شو إيقاعها. بس طبعا اكيد الاخوه السعوديين وبالخليج بيعرفوا الايقاع، وان شاء الله يكتبوا لنا اياه بالتعليقات. شكرا لكم.